طب دلوقتي لو قلنا الافضل ان يكون في ان البيم يبقى يفرض في البلد ولا يبقى نسيبه اختياري؟ يعني عندنا مثلا في انا حضرتك طبعا عارف دبي فرضته، فهل الافضل يفرض ولا يساب عادي؟ للأسف ما في جواب سهل لهذا الموضوع. هذا بيعتمد على الـ على الكالتشر بالبلد، يعني شو معود قبل البيم، كيف الماركت معود. يعني أعطيك مثال، البلد اللي منه معود أن الدولة تفرض عليه كيف يتعامل، مثل يو اس، مثل أمريكا، ومثل أستراليا، ممكن يرفض أن الدولة تتدخل بهذا الأمر، وما بيقبل أن الدولة تفرض عليه، وهالشي بيكون له رد فعل عكسي. ولكن في بلدان تانية وين الكالتشر هو انه الاندستري تتطلع للدوله تقول لها شو تعمل، مثل بجزء من بلدان الخليج، مثل بسنغافورة، حتى يعني فينا نقول جزئيا باليو كي ولكن اقل. فهن اذا الدوله ما فرضت عليهم مش حيعملوا شيء. فاذا بتطلع على سنغافورة مثلا، بس they only adopt شو اللي الدوله عم تطلب منهم يعملوا. فبهيك بلد المانديت ضروري، في بلدان تاني ما ممكن تكون في مانديت، فبيختلف من بلد لبلد.